السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة عدوية إسماعيل الخفاجي من مدرسة الديار الابتدائية. وصلنا إن شاء الله اليوم حل تدريبات موضوع هيا نزرع. نعم، عندي التدريب الأول، اقرأ الأمثلة ثم أكمل. نقرأ الأمثلة ونشوف الحل مالتها، بعدين احنا نحل التدريب المفروض علينا الحل مالته. يلا حبايبي نقرأ سوية. في بيتنا حديقة. ليس في بيتنا حديقة. أزرع الوردة، لا أقطف الأزهار. عندنا أرض، ما عندنا بيت. ذهبت إلى المدرسة، لم أتأخر عن الدوام. نلاحظ هنا حبايبي الحلوين بهذا التدريب نسميها هنا جمل مثبتة. جمل مثبتة يعني إيه أكو هذا الشيء. هنا نسميها جمل منفية يعني ما نسوي هذا الشيء أو ما موجود هذا الشيء. جملة مثبتة وجملة منفية. هنا ليس، لا، ما، لم، يعني شيء ماكو ما موجود نسميه منفي. يعني هنا احنا عندنا بيتنا حديقة، هنا الصديق آخر يقول لا احنا ما عندنا حديقة، يعني دين في هذا الشيء، فاحنا نسميها باللغة